عنده دي زورتيناتور هادو شحال كاين الواحد تقريبا كاين 4 شنو كيدير من كتعطيوهم طالب مزيان بون انيسياتيف ديك لي يو اس بي وي المستفيدون شحال من واحد تقريبا طلبة شحال 45 وهاد لي بي سي لو نومبر قلتي لي 6 4 اوائل لي ميور شكرا هاد الانيسياتيف شاك موا و 3 موا اون فوا بار ان حنا تمنينا باش تكون شاك مو ولكن دوك الاوطال كيهرسوا لينا التوقيت ديال التوزيع ديال الكفه اذا كنتسناو حتى كتكون يعني الوقت المناسب بالنسبه للطلبه كاين اللي عندهم امتحانات كاين اللي عندهم هذا كنخليهم حتى كيكونوا يعني في ظروف جيده باش يجيو عندنا باش ما يكونش الغياب باش ما يكونش وديك الساعه كنوزعوا عليهم شكرا ما قدمتيش ليا الاسم انت سعيده السالي السالي نائبه امين المال لمؤسسه كفاله الطالب لاستحقاق والتميز علاش نكتي تقول لي كملي بحكم الشراكه اللي بيننا وبين جمعيه الكوثر فكرنا باش هاد الطلبه الجامعيين ان شاء الله ناخذوا منهم اللي بغى باش يدير التكوين في مجال الاعلاميات وبحكم ان جمعية الكوثر التنمية البشرية عندها شراكة مع التعاون الوطني إذا كيكون عندهم ذاك الدبلوم مصادق عليه من طرف وزارة التعاون الوطني لي كور وقتاش كيديروهم في وقت اللي عندهم فارغ يلاه غادي نطرحوا عليهم المسألة يلاه غنطرحوا عليهم وكاين دي كور دو فرونسي اللي مقيدين فيهم ما كيجيوش لاحظت هاد قالوا عليهم علاش شنو السبب؟ ايه سون فيبل اون فرونسي خصهم حنا كنتسائلوا رغم ان ملي كنعطيو دي كور بينيفول رغم اننا ملي كنعطيهم الاستماره كنقولوا لهم اش هما المواد اللي عندكم نقص فيها اولى الاولويات كيقولوا لنا الفرنسيه وكنتفاجئوا من بعد لان كنطلبوا الاساتذه متطوعين كيجيو هاد الاساتذه ولكن الطلبه حد الطلبه ما كيجيوش ما عرفتش علاش شكرا يستدركوا هاد الخطا اللي كيديروا شكرا Thank you.